يريد أن يستأصل العرق الفارسي أبدا، كما أنه ما في أحد يريد أن يستأصل العرق العربي أو العرق الكردي أو العرق البلوشستاني أبلوشي أو كذا إلى آخره. يعني أو فهذه كلها أعراق، مثل ما قال الله عز وجل شعوبا وقبائل تعارفوا. فالإسلام العظيم هو إطار عام تدخل تحته هذه الأعراق بل حتى القبائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الناس في معركة بدر ومعركة أحد، وكان يضع على كل قبيلة راية وقائد من نفس القبيلة، ويأمر القبائل بأن تتنافس تتغاير حتى يبين أقصى درجات الولاء والإتقان في العدو. يعني تصور أنه هذا اعتبار القبيلة واعتبار العرق واعتبار هذا، لكن متى يصبح العرق آفة وتصبح القبيلة آفة؟ حينما تقدم فوق الدين. يعني تقدم فوق الدين في الساعة تصبح شيء لم يأذن به الله. الإمبراطورية الفارسية هي لم تنطلق من الدين حتى تقيم كيانه، وبالتالي في العنوان مناسب جدا أن يكون سقوط، فعلا صعود وسقوط هذا الكيان البشري. طبعا لماذا نتمنى سقوط هذه الإمبراطورية؟ لأنها إمبراطورية شر، ليس كما قال ريغان عن إمبراطورية الشر عن روسيا أو عن الحلسفتي، لا، بل لأنها الشر المستطير الذي يطال كل صاحب حق الآن. يعني تلاحظ مثلا أنت الأخوة في أندونيسيا في ماليزيا آمنون مطمئنون عاملون يعملون يعني يعيشون حياتهم اليومية، دخلت عليهم إيران ففرقت بين الرجل وبين أهله وبين تفرقوا، حتى قام الأخوة في ماليزيا يعني اتخذوا موقفا حازما وقويا. يعني الماليزيون ليسوا عرب، لكن لأن هذا الشر الطائفي لما دخل إليهم أفسد المجتمع. ولذلك نحن نقول نستبشر بسقوط هذه الإمبراطورية الهاوية، ليس موقفا من الفرس وإنما موقفا من العدوان والشر الذي تتبناه هذه الإمبراطورية. إذ لو عاشت هذه الإمبراطورية جنب إلى جنب مع غيرها في سلم ووئام لم استنكر أحد على أحد، فالمسلمون عاش بينهم اليهود والنصارى، بل عاشوا مع الكفار من غير المسلمين، فمن باب أولى أن يعيشوا مع أخوانهم المسلمين لو كانوا فعلا مسلمين دون أن يكونوا دعاة شر. هذه نقطة. النقطة الثانية، الدكتور ذكر عبارة في الواقع هي استهلكت إعلاميا وربما أنها انطلت على الكثير منا، لما قال إيرانيون نحن سيطرنا على 4 عواصم عربية. هذه العبارة أنا أعتقد أقبلها ضمن الحرب النفسية الإيرانية، التي طبعا هي لها أيضا يعني أبواب أخرى، ليس فقط هذه العبارة وحدها. الإيرانيون يقولون ذلك ليوهموا العالم بأنهم فعلا سيطروا على 4 عواصم عربية، هم في الواقع لم يسيطروا حتى على طهران حقيقة. هم لم يسيطروا حتى على طهران، بدليل أن هذه الخلافات وهذه الصراعات الموجودة داخل إيران تعني أن سيطرتهم على إيران مؤقتة، وأن الشعوب المضطهدة هناك من بلوش ومن عرب ومن تركمان ومن غيرهم أنهم في سبيلهم إلى آخر هذه الحقوق، وبالتالي لم تستقر لهم حتى عاصمة إيران طهران. يعني سلطة منقوص. أي لا، فكيف بحديث عن مثلا عاصمة بيروت التي كما تلاحظ الآن هي يعني بؤرة النزاعات والخصومات، حتى الرئاسة لم تحسم. إذا كانوا قد سيطروا على بيروت لما لا يختار الرئيس اللبناني يحسم الأمر؟ مثلا اليمن كما تلاحظ الآن، ذكر الدكتور موضوع التحالف وعاصمة الحزب، لا يمكن اليمن أن يترك مع الحوثيين، لا يمكن ترك عاصمة اليمن مع الحوثيين مهما كان الثمن. وكذا الحال في دمشق التي اضطرت إيران إلى أن تستعين بروسيا لحفظ ماء الوجه، والروس أنفسهم هربوا هذه الأيام يبحثون عن مخرج وعن لحفظ ماء الوجه. فبالتالي مسألة أن إيران سيطرت على 4 عواصم عربية هذه عبارة في الواقع قيلت في الإعلام لكنها ليست صحيحة في العالم الواقع. الأمة أعتقد أنها انتبهت، والأمة كما تفضل الدكتور يعني قبل عاصمة الحزم ليست في الأمة بعد عاصمة الحزم، كانت صابرة وصامتة فانتبهت ولخبطت الأوراق كلها. أخيرا سؤال موجه للدكتور، يعني هو لا شك أنه أدرى منا والأعلم منا في عوامل الصعود والسقوط، أما عوامل الصعود فقد علمناها
ولعل أهم عامل من عوامل الصعود هو الفراغ في الواقع. يعني قبل أن ندخل بتفاصيل القوى يعني الصغيرة، وإنما أهم عامل من عوامل وجود الإمبراطورية الفارسية هو الفراغ الذي تركه الآخرون له. والفراغ كما تعلمون إذا وجد ملأ أو حتى الغبار، يعني ليس بالضرورة أن يكون الذي ملأ الفراغ كفؤا وقادرا، إذا تركت غبارا فقد يملأه حتى التراب. السؤال، سقوط هذه الإمبراطورية لماذا لم يعطى حقه من الناحية الإعلامية؟ طبعا ليس السؤال لا يوجه للفارسي، لماذا لا يخدم سقوطه إعلاميا؟ هو عكس ذلك، لكن السؤال موجه للطرف الآخر، الفئة الأخرى والأمة التي بحاجة لأن تكشف هذه الحقيقة. لماذا لم تخدم عوامل سقوط هذه الإمبراطورية الشريرة يخدم خدمة كافية؟ يعني الإعلام لماذا لم يخدم إعلاميا؟ لماذا لا يعلم الناس عن التفاصيل التي ذكرها الدكتور؟ خاصة أن هناك وسائل إعلام كثيرة مفترض أن تتبنى هذه القضايا دون أن يعز إليها. أحسنت والله دكتور محسن، أحسنت وأفقت، وكثير من النقاط أنا أتفق معك حقيقة وأجدت حقيقة. أولا مسألة القوميات، أنا منذ البداية أقول نحن لسنا ضد الفرس، والفرس إما محترمة، وحتى العلماء الفرس قسمهم قسمين، هنالك حتى من علماء السنة فرس وخدموا الحديث وخدموا القرآن، نحن لسنا ضدهم. نعم نحن ضد طبقتين من الفرس، طبقة سياسية طاغية، طواغيت حكموا مثل الدولة البويهية الصفوية خميني، وأيضا ضد بعض رجال الدين الذين هم عندهم عنصرية على العرب والمسلمين والإسلام ككل، لكنهم انتحلوا الإسلام وضربوه في الصميم في هذه العقائد التي هي ليست من الإسلام في شيء، وجاءوا بعقائدهم لا فيها توحيد ولا فيها نبوة ولا فيها، وجعلوا الإمامة إلها ككسرى. ولذلك أنا أذكر مثل البداية الشعوب الفارسية محترمة، وأقول أن الشعب كان أصلا صنيا هم عولوه، فلماذا لا نوجعه الآن عرف سوءتهم وانكشفت عورتهم. وأيضا أذكر كثير من المصحين الإيرانيين، يعني هناك مصحين كبار أكثر من 10 أذكرهم في الكتاب هناك وهنا، الذين حاولوا الإصلاح، مثلا علي شريعتي أكبر عالم اجتماع، هذا عمل محاضرات في شمال طهران في حسينية إرشاد، طبعت لاحقا بعنوان التشيع الصفوي والتشيع العلوي، وطبعا لما قال فارس بن هو فارس، فهو تناول فقط الدولة الصفوية طبعا ودون مصادر، يعني بس محاضرات. لكن الشيء الجيد بها هو قال أن تشيعكم الموجود اليوم ليس له علاقة بعلي، تشيع صفوي بحت. فهذه ليست قليلة، وهو ضد سلطة رجال الدين، لأن خميني كان ضده، لذلك هو استشهد في عام 1977 في لندن، ومنع الشاه لأنه كان ثوري أن يأتي بجنازته، فدفن في سوريا عند السيدة زينب. وخميني عندما جاء 79 منع كتبه وأفكاره تماما من يذكر فكره ينتهي، يعني لأنه كان ثورة على الفكر عندما يقول تشيعكم كله صفوي لا علاقة له بعلي، هذه ليست مسألة قليلة. فهو كان، ولذلك بعد وفاة خميني الآن التيار والمصلحين العشرة كلهم تلاميذ شريعتي، الآن كتبه وأفكاره تمشي كثير، وهؤلاء أفلسوا وأثبتوا في السلطة أنهم رجال دنيا ورجال مال وعلي بريء منهم. فإذا وأذكر مصلحين كثيرين، هؤلاء نحن معهم مع المصلحين الفوز، لكن أنا قلت ليست المشكلة فقط الدولة الصفوية، قبلها البويهية أسست، يعني البويهية عندما أقول الكافي بالكليني أكبر عالم عندنا في زمن الدولة الصفوية المجلسي، هو المفتي المجلسي عنده كتابان، كتاب بحار الأنوار وكتاب مرآة العقول. مرآة العقول مع الأسف لا يذكر، مرآة العقول هو شرح للكافي، فهو أخذ أفكار الكافي بعد 500 عام ثم طورها في البحار، فنفس الأفكار موجودة هناك، فهي الأس الأول. هو لم يبحث هذا ولا بحث المراحل قبلها، زمن الأئمة غلاة حول الأئمة، لا لم يبحث الظواهر في زمن علي عبد الله بن سبأ أول من وضع الإمامة والعصمة والغلو، لم يبحثها. تصور أن الدولة الصفوية، فمشروعنا أوسع، وذكرنا صحيح الدول الفارسي لم يدرس على مراحل التاريخ العقدي وبتحالفه مع اليهود، تجد في الكتاب في كل مرحلة من عبد الله بن سبأ
أسس هذه الأفكار إلى زمن هؤلاء الغلاة. أقول هؤلاء الغلاة كان يتعلم عند يهودية تعلمه السحر والتكهن والكذب والتجارب. فهؤلاء إذا تربطها تجد هذه وإلى يومنا هنالك تحالف. فإذا نحن لسنا ضد القومية الفارسية قومية محترمة، والشعب أصلا هو الشعب يتمنى الخلاص منه والله. فأنت الشعب الفارسي يتمنى، أنا كنت في جامعة طهران أدرس أحد الأيام وكان هنالك مظاهرة بسيطة للطلبة لأنه عندهم يوم مناسب للطلبة، فيخرجون شباب بعمر الزهور مجرد كلمات. كيف تتعامل الدولة معهم؟ هؤلاء فوز، هؤلاء فوز، وفي قلب طهران والجامعة أحرم الجامعة يخرج البسيج، يعني البسيج القوات التعبئة الذين يلبسون لباس شخصي في الماطورات، ماطور واحد يسوق والثاني يحمل خنجر فيضربه ويخرج الدم ويموت، هكذا يتعاملون معه. وإذا وجدوا واحد يريد أن يصور يقتلوه أيضا، فهكذا يتعامل. لذلك يقمعون قوة بوليسية هؤلاء البسيج في كل شارع في كل مكان يتجسس على الناس، من كل منطقة أسسوا هؤلاء قوات التعبئة غير الحرس الثوري. فهذا نحن نريد إنقاذهم، نحن لسنا ضد الشعب، نحن نريد أن نحرر الشعب، أن نعطيه الإسلام الصحيح، العقيدة الصحيحة، وهو تألم منهم. فنحن لسنا ضد القومية. ونعم الجانب الإعلامي حقيقة نحن ضعيفين إعلاميا، بل أنا أقول نحن مخترقون إعلاميا. لنكون صريحين، حتى القنوات التي باسمنا في الخارج مخترقون. وأفضل مثال حكاية حسن رأيتها في قناة تدعي أنها لنا ووجه لنا، هي تمجيد لحسن نصر الله. فمع الأسف أنه نحن مختلفون. والآن كم من اللبنانيين يتعاطفون مع حزب الله ويتعاونون معهم؟ الآن اكتشفت خلية في المملكة، انظروا إلى الأسماء الذين وصلوا إلى مراكز مهمة سواء أكاديمية أو شخصيات مهمة في البلد كانوا موجودين. فإحنا يجب أن نكون حقيقة، ليس جيب لي قناة إعلامية هادفة وقوية وناجحة وتستطيع أمام عشرات القنوات الفضائية التي تعملها إيران مباشرة أو غير مباشرة، وهذه القنوات كثيرة، قنوات أيديولوجية، حتى القنوات في العراق كلها لهم، لا يسمع صوت غير صوتهم. فإحنا ليس عندنا مشروع، ليس لدينا رؤية. من ضمنها أنا قلت لابد عندنا في الكتاب من مركز دراسات الإيرانيين ندرس مشروع، نعرف وكيف نواجه كل ذلك، ولا بد ان يكون عندنا اعلام هادف رسالي مدروس، هنالك متخصصون يتابعون كل ما يصدر، حتى في سبيل ان نواجه مشروع فيه سياسي اجتماعي اقتصادي في كل الجوانب، كما ان المشروع الايراني يضم كل ذلك الجوانب. والمفروض ان الدكتور يتربع على عرش قناه فضائيه يديرها معلوماتيا ويشارك ويحدد من خلالها بشكل يومي، هذا اقل شيء يعني، وليس ننتظر يعني بين الحين والاخر يصدر كتاب او ان برنامج مدته ربع ساعه او ساعه او ندعى ندوه قصيره او برنامج مده كل شهر مره. وحتى للاسف الموجود من البرامج الحاليه للاسف لا يغطي الحاجه الماسه، وادارته ضعيفه، ولنا تجارب سبق نسقنا عده برامج دكتور نبيل مع بعض القنوات، لكن للاسف ما كانت بالطموح الذي الغريبه يا ابو عبد الله، يعني فعلا انه التقصير الاعلامي كارثه عندنا. يعني الطرف الاخر يروج الكذب ويحقق مكاسب منه، عندنا كساد من الحقائق والصدق، لا نستطيع ان نسوق بعضها فنحقق كل المكاسب، نسوق بعضها فنحقق كل المكاسب. أنا أتذكر قولة عمر رضي الله عنه، اللهم أني أشكو إليك جلد الكافر وعجز الثقة. للأسف الشديد نحن لدينا قصور إعلامي واضح، سواء على الإعلام الخارجي أو للأسف توصيل صوتنا ورسالتنا للآخر. إحنا نقول لعل هذه الكتب، بنا نحن من الجانب، لعل هذه الكتب تغطي جزءا مما هو مفقود حاليا يعني. ويعني هي رسالة قبل كل شيء يعني. أستاذ عبد الله، كان عندنا في تعليق أو ملاحظات على الكتاب؟ ملاحظات اللي استفدت سبحان الله، دائما نحن بالنية الحسنة نهدي الناس وكذا، والمعروف عندنا إنه التشيع في التقية وكذا، لكن وجدت سبحان الله من خلال كلامك والكتب إنه بنية حسنة وما في أي تقية بسيطة. والثاني هل الهلال الشيعي، أنا أسمع دائما عن الهلال الشيعي، معنى ذلك أنه مقصور
في الفكر الفارسي، الفكر هذا عند الفارسي، عند الشيوع الفارسي الفكر. نعم. فكرة الهلال الشيوعي. نعم. بفضل الله ذكرت انه عاصفة الحزم هي عاصمة الحزم والتحالف الإسلامي، بفضل الله ستكسر هذا الفكر وفكر كل طامع بفضل الله وبحول الله وقوته. هل هو موجود فعلا؟ نعم. في فكر الهلال الشيعي. نعم نعم صحيح. موجود عند الثقافة الفارسية هذا. نعم. مصطفى. نعم أحسن. أول نقطة التقية أو التقية حقيقة هي نقطة حقيقية وأساسية، وكثير من الناس لم يفهموا الإيران لأنهم ما استطاعوا حل لغز التقية أبداً. هذه النقطة. والتقية هي بمعنى أنه يخبئ الحقيقة ويقول كذباً خلافه. اما انا على العكس طبعا اظهرت كل ما موجود في العقائد والفكر بشكل وحطيت تحت البروجيكتور وربطتها نيتك الحسن واعطيت احسن اعطيت صوره متكامله حتى تفهم كل التاريخ وكل هذه وتحل الاشكالات العقديه حقيقه ان شاء الله تكون منطلق الهلال الهي يعني. مساله الهلال الشيعي هو اصطلاح حقيقه سياسي لا يوجد عند الايرانيين يعني قاله اعتقد الاردن ومصر الأردن أول من قالها ملك الأردن وهو اصطلاح صحيح سياسيا يعني بدأ الهلال إيران العراق لبنان سوريا هذا تابع إلى المركز ما هو المركز هو قم وطهران الفوس وهذه تابعة لها فهنالك هلال شيعي في قبال الهلال الأمة في قبال الأمة كلها هذا الهلال هو حقيقة إذا تلاحظ نسبة إلى انظر إلى الدول العربية الأكثر سنة أم شيعة سنة صحيح لكن كيف سيطر حقيقة هو بالإعلام الكاذب كما تفضل الدكتور يكذب 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 ويسوق الكذب ويصدقوه على الكذب ونحن نعرف إيران كاذبة وضعيفة ومن الداخل ضعيفة لكن ما عندنا لمواجهتها بل لم ندرسها هي هذه إشكالية فأنت لاحظ الحمد لله عندما بدأت عاصفة الحزم وكيف كان الانتصار؟ ماذا فعل الإيرانيون؟ تركوهم حقيقة وخسروا وبدأوا حتى الآن الأصوات العربية بدأت تخرج حتى من لبنان ومن الشيعة ضد حزب الله في بغداد وفي الجنوب الشيعي تخرج مظاهرات ضد إيران إيران بروة بروة مظاهرات وتمزق صور العمائم الإيرانية والعراق عربي وبدأ العرب كيف هذه كلها من بركة ثم عندما جاءت الخطوة الثانية في حزب لا انه منظمه ارهابيه هذه خطوه عظيمه جدا لان هؤلاء خلايا في كل المنطقه فان نعرفهم وان تكون الدول العربيه كلها معنا والدول الاسلاميه ما عدا العراق ولبنان شيء طبيعي يعني هذه تابعه الى ايران وثم وعد الشمال تستطيع ان تقول هذه المناورات ويحضر كل الرؤساء ويشوفون عزه جدهم مرتاحين ومبسوطين مكيفين انه تصير هذه وبهذا الافتخار ومرتاحين بدون الدبلوماسيات وبدون هذا معناه انه عندما يكون لنا مشروع ونقدم على العمل الله سبحانه وتعالى يبارك والامه تاتي معك وهؤلاء كما نقول فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يعطيك العافيه دكتور جولتان في منتهى الروعه. استمتعنا كثيرا لو كان في اربع جولات مع الدكتور ما كانها ممله ابدا جميل وهو بيننا وبينه مواعيد جميل ان شاء الله نتشرف بكم نتشرف بك شخصيا كمثقف وواعي وحريص على الامه وايضا على العبيكان بالذات والدكتور حقيقه في وعيه وفي فكره ونتشرف بكم حقيقه ان شاء الله تجدون الكثير ان شاء الله لعلك سلطت الضوء في المنطقه في الخفاء في منطقه الظلام التي لم يجرؤ ان يسلط احدا عليها الضوء من الداخل ونحن نحتاج الحقيقه الى هذا التفكيك وهذا التوضيح لانه كثير حتى ممن يدعون انهم مثقفين ويدعون انهم يقرؤون ويدعون انهم لديهم علم للاسف الشديد او حتى يدعون انهم اعلاميين مطلعين على الواقع ينقصهم الكثير من المعرفه والكثير من الدخول في التفاصيل فنقول بارك الله سعيك وبارك الله جهدك ونعيد المباركة المولدان انا ودي اقول كلمه اخيره تفضل صراحه يعني تصور ما شاء الله يعني هذا الكم الهائل
من المعرفة ومن الحقائق. يعني كم أشفق على بعض الكتاب من ذوي التوجهات الليبرالية أحيانا أو القومية حينما يكتب في الصحافة العربية مثلا عن موقف ما مؤيدا أو معارضا لموقف تتخذه مثلا حكومة إيران، وهو يجهل تمام الجهل كل هذه الحقائق، ثم يقاتل على يعني يتخذ الموقف ويعاند في الدفاع عنه ويقاتل قتال المسلمين. يعني كيف به لو اطلع على هذه التفاصيل؟ على أقل تقدير سيكون هو محترما أمام نفسه قبل أن يكون محترما أمام الآخرين. يعني أنا أجزم أنه لو هذه المجموعة، لأني أحسن الظن في كثير منهم، إنما الجهل هو الذي يدفع الإنسان أن يكتب ويعتد برأيه، أن هؤلاء لو حضروا مثلا جلسة مع الدكتور وطرحت هذه الحقائق وتم مناقشتها بهذه الأريحية، أنا أجزم أن كثيرا منهم لن يكتب كما يكتب في الصحافة والإعلام. فهذا حقيقة نقطة في غاية الأهمية، ما يدلك على أن العلم فعلا من علم حج على من لم يعلم، وكلنا بحاجة لن نعلم، وما حد جلدك من ظفرك. وأعتقد أنه الإخوة الشيعة من داخل المعسكر الآخر هم خير من يخبرنا إذا جاءوا بميزان العدل والإنصاف والمنطق السليم كما جاء به الدكتور. لا يمنعنا من أن نسمع منه كونه شيعي الأصل أبدا، فالحق ضالتنا جميعا، بل إن يعني هذا الإنصاف يعني هو في الواقع المدخل الصحيح لعزل المتطرف من غير المتطرف من تلك الفئة، حتى لا نستعجل ونأخذ البريء بذنب المجرم. نعلم أننا نواجه عصابة إجرامية منقطعة النظير الآن، وأن هذه العصابة تريد أن تفعل كل شيء والغاية تبرر الوسيلة عندها، وأن الدين والطائفية ما هي إلا من أدوات السيطرة عندها. لكن كيف تخاطب الرعاع الذين يعني تم تضليلهم والذين تم يعني تخديرهم كما تفضلت، يعني تخدير جمعي، تخدير العقل الجمعي، نعم، فأصبحوا أدوات استهلاكية بيد الطاغية الفارسي. فأكرر شكري وتقديري للدكتور، وأكرر دعوتي الجميع إلى أن لا يترك الدكتور وحده في هذا الميدان، وأثني على حقيقة موقف الأخوة في مكتب البركان أن تبنوا هذه الفكرة من الناحية الورقية والإعلامية لحد ما، لكن بقي علينا الإعلام العام والميدان العام الذي يجب أن يتبنى من هذه الأفكار. وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير يا أبو هشام وأستاذ عبد الله. ودائما أنا عندي كلمة دائما أرددها، أقول الإمام الشافعي شهيرة يقول: الجاهل جهل حال زمانه. للأسف الشديد، وأنا أقولها والله، وأنا أحيانا أعتصر على أنه لما نطلب من بعض المحسوبين إن شاء الله على أنهم من عن الخير والصلاح، نطلب منه بس فقط إعادة تغريدة، فقط إعادة تغريدة لندوة أو مشروع، نجد يعني عمل وكأنه يقوم بعمل تكسير جبال، وهو لا يكلف ضغطة زر للأسف الشديد. فأنا أكرر دعوتي له، العمل هنا ليس عملا تجاريا، وليس عملا وليس عملا للاستهلاك. هذه رسالة، من يؤمن بهذه أن هذه رسالة لا تكلفه شيئا، لا أعتقد أن ضغطة الأصلع تكلف شيئا كثيرا. وهذه رسالة أنت تدين الله عز وجل فيها، ونحن ندين الله فيها، ونحن قمنا بما علينا وسوف نقوم ونبذل ما نملك من جهد ومن وقت ومن مال لهذا الأمر. وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم وفقكم جميعا. شكرا الله. شكرا الله.